استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة وضيو ماتوك وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن جلواك نقل للرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير متضمنة الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر القادم. من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، معربا عن التقدير لدعوة مصر إلى هذا الحدث الهام، وذلك امتدادا للجهود التي تبذلها مصر دعما لاستقرار السودان الشقيق وحرصا على مقدراته وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة. وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، أكد الرئيس عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات، خاصة في المجالات التنموية، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية التنمية والبناء، وفي ضوء الإمكانات والثروات الكامنة التي تسخر بها جنوب السودان بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل. وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان. من جانبه، نقل جلواك تحيات الرئيس سلفا كير إلى السيد الرئيس، معربا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمنا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، مشيدا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار المنطقة وجنوب السودان، والتي تأتي في إطار دور مصر المحوري على المستوى الإقليمي، وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مياه النيل وآخر تطورات ملف سد النهضة.